السلام عليكم. المختبر الثامن بمادة علم تشخيص الطفيليات. البروتوزوا اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة كانت تشمل الأصناف الرئيسية اللي هي أو الشعب الرئيسية اللي هي مجموعة اللحميات الساركودينيا اللي كان الأمثلة عليها هي الإنتاميبا أو كل أنواع الأميبا هي تشمل أو تقع ضمن شعبة اللحميات اللي هي ساركودينيا. الشعبة الثانية اللي أخذناها هي المستيغوفورا أو الصوتيات. أخذنا عدة أنواع من الصوتيات، منها الجياردي لامبليا اللي هي كانت معوية، التراكومونز فاجينالس التناسلية، وكذلك أخذنا الصوتيات الدموية اللي مثال عليها هو الليشمانيا. عندنا شعبة أخرى ما رح ناخذها كون أنه الوقت ضيق جدا، اللي هي شعبة السيلييتا أو السيلوفورا اللي هي الهدبيات، مثال عليها هي البلانتيديوم كولاي. الشعبة الأخيرة بضمن البروتوزوا حتى ننتقل بعدها للفصل الثاني اللي تشمل الديدان، راح ناخد شعبة البوغيات اللي هي السبوروزوا. السبوروزوا أكو أمثلة عديدة عليها مثل التوكسوبلازما غانداي، البلازموديوم اللي تسبب الملاريا بأنواعها المختلفة البلازموديوم، وكذلك الكريبتوسبوريديوم وأنواع أخرى من البغيات. راح نكتفي أيضا بأخذ فقط مثال واحد على السبوروزوا اللي هي التوكسوبلازما. التوكسوبلازما كانداي معروف بأنه كائن إجباري التطفل، يعيش بشكل إجباري داخل الخلايا المضيف، فهو بذلك obligate intracellular parasite. عند نوع اثنين من المضائف اللي هو المضيف النهائي والمضيف وسطي. المضيف النهائي في حالة التوكسوبلازما غانداي هو القطط المنزلية بالإضافة إلى القطط البرية وكذلك مجموعة السنوريات الفيلينس اللي تشمل كذلك النمور والأسود. المضيف الوسطي إلى هو الإنسان واللبائن الأخرى سواء كانت مواشي وقرود وغيرها من اللبائن. المضيف النهائي قلنا عليه انه هو القطط، كون انه عملية التكاثر الجنسي تحصل داخل اجسام هذه الحيوانات فهي تعتبر مضيف نهائي، بينما عملية التكاثر اللاجنسي راح تصير داخل اجسام الانسان واللبائن الاخرى. المرض اللي تسويه التوكسوبلازما غانداي هو داء المقوسات التوكسوبلازموزيس، نحن نسميه بداء المقوسات، كون شكل الطور المسؤول عن إحداث إصابة مرضية هو يكون هلالي الشكل أو قوسي الشكل، لهذا السبب يسموها بداء المقوسات. أكو تسمية أخرى اللي المرض أو الحالة المرضية اللي تسوي التوكسوبلازما هو الكاتس ديزيز أو داء القطط، وهو المعروف عندنا بمجتمعاتنا بداء القطط. الهابيتيد أو مواقع تواجد الطفيلي داخل جسم الإنسان تحديدا هو في الخلايا الطلائية، ممكن يتواجد بالإندوثيليال سيل وكذلك الليكيوسايتس وسوائل الجسم وخلايا الأنسجة المختلفة بالجسم. الأطوار التشخيصية هي الكيس النسيجي اللي رح يتكون بداخله طور نحن نسميه بالبراديزويد، رح نحكي عن تفاصيل هذه الأطوار بالمورفولوجي. الطور التشخيص الآخر اللي هو التاكيزويد، الطور المعدي اللي عن طريقه ممكن تنتقل الإصابة للإنسان هي عن طريق الأووسيست. هذا الطور موجود فقط داخل جسم المضيف النهائي أي القطط وباقي السنوريات. الأووسيست ينطرح من جسم القطط على شكل طور غير ناضج، لكن يحتاج تقريبا 3 إلى 4 أيام بتربة رطبة حتى يتكون بداخل هذه الأووسيست بوغ أبواغ ويتحول إلى طور معدي. ينتقل للإنسان الأووسيست عن طريق تناول أو شرب مواد حاوية أو ملوثة على الأووسيست. التاكيزويد هذا الطور ممكن ينتقل أيضا من شخص إلى آخر عن طريق عمليات نقل الدم ممكن، وكذلك بالنسبة للتيشوسيس عن طريق تناول لحوم حيوانات مصابة بهذا الكيس وغير مطبوخة بشكل جيد أو عن طريق نقل الأعضاء أيضا
ممكن تنتقل للإنسان. التاكيزويد حتى عن طريق البلاسيندا أو المشيمة ممكن تنتقل أو ينتقل من الأم إلى الجنين. عملية التضاعف اللي تقوم بها أو تتكاثر بها التوكسوبلازما غانداي هي عملية تكاثر جنسية ولا جنسية. الجنسية عن طريق تكوين الأمشاج، واللا جنسية عن طريق الأبواخ وانقسامات أخرى مثل الإندودايوجيني والإسكايزوكوني المفروض تأخذها بالنظري بشكل مفصل. بالنسبة للمورفولوجي، المورفولوجي هي الأشكال اللي يتخذها الطفيلي أثناء فترة حياته سواء كانت في القطط أو في الإنسان أو باقي الحيوانات. يكون على شكل تروفوزويد أحيانا وأحيانا أخرى يتحول إلى تاكيزويد، كل واحدة منها إلى مرحلة معينة وإلى دور معين في عملية دورة حياة التوكسوبلازما غانداي. أكو أيضا طور آخر موجود داخل جسم القطط اللي هي الإسكايزونت، اللي هنا راح تصير بها أيضا عملية تكاثر لا جنسي داخل جسم القطط، فضلا عن تكوين أمشاج اللي عن طريقها راح يتكاثر بعملية تكاثر جنسي أيضا داخل جسم القطط. الأوسيست قلنا أيضا هذا الطور موجود داخل جسم القطط. راح نحكي فقط عن أهم ثلاث أطوار اللي هو التاكيزويد وكذلك البراديزويد أو التيشوسيست، كون البراديزويد يتواجد داخل التيشوسيست والأوسيست أيضا. التاكيزويد هو الطور النشط اللي يقوم بعملية التكاثر أو التضاعف بشكل سريع، ونلاحظ هذا الطور أثناء مرحلة الأكيوت إنفكشن المرحلة الحادة من المرض. يكون الطور البارز بها هو هذا الطور التاكيزويد. يمتاز التاكيزويد بأنه الشكل الخاص به هو هلالي الشكل أو قوسي الشكل. إحدى النهايات اللي هي تكون النهاية الأمامية تكون نوعا ما مستدقة pointed anterior، والنهاية الخلفية نوعا ما تكون دائرية تكون حاوية بداخلها على نواة واحدة. القياس الخاص بالتاكيزويد هو تقريبا 6 مايكرومتر كطول، والعرض مالته 2 مايكرومتر. يحتوي على حبيبات كثيفة متعددة، وذكرنا أيضا أنه يكون حاوي على نواة واحدة موقعها بين المركز والنهاية الخلفية. هو غالبا يتواجد بالنهاية الخلفية، كون هذه تكون النهاية الخلفية عبارة عن دائرة نوعا ما كبيرة قياسا بباقي جسم التاكيزويد. التاكيزويد يصيب كل خلايا اللبائن اللي تكون حاوية على النواة تحديدا باستثناء كريات الدم الحمراء، يعني التاكيزويد يصيب كل أنواع الخلايا ما عدا الار بي سي ما يوصل لها. داخل الهوست سيل التاكيزويد راح يقوم بعملية تضاعف. قبل لا يقوم بعملية تضاعف راح يحيط نفسه بحويصلة حتى توقيه من اللايسوسومات الموجودة داخل هذه الخلايا. فيما بعد تبدي بعملية التكاثر اللاجنسي الخاص بها بعملية تبرعمية نحن نسميها بإندودايوجيني، هي هذه العملية اللاجنسية اللي عن طريقها يتكاثر التاكيزويد. يكون 2 من الدوتر تاكيزويد داخل البارنت سيل. الخلية الأبوية الوحدة راح تتكون داخلها 2 من تاكيزويد بعملية إندودايوجيني. غالبا هي راح تجتمع على شكل روستس أو شكل وردة حول نواة خلية المضيف. التاكيزويد يستمر بعملية تضاعف داخل الهوست سيل داخل خلايا المضيف إلى أن توصل لعدد معين، بحيث أنه الخلية المضيف ما تتحمل وجود التاكيزويد أكثر من هذا العدد، بالتالي ممكن تنفجر هذه الخلية المضيف هذه ويتحرر منها التاكيزويد. التاكيزويد اللي يتحرر راح يصيب خلايا أخرى ويبدي عملية تضاعف من جديد، أو إنه تجي خلايا المايكروفيج تقوم بابتلاع
هذه التاكيزويد، وأيضا يستمر التاكيزويد حتى داخل الخلايا البنعمية بعمل تضاعف مالتا. في حالة أنه ما انفجرت هذا الخلية المضيفية، راح يبقى التاكيزويد بداخلها، لكن هذه الخلية ما راح تكون لها أي وظيفة، راح تكون مجرد كيس حاوي على التاكيزويد. لهذا السبب يسموه بالكيس الكاذب أو السيدوسيست. هذه التسمية تطلق على خلايا المضيف اللي تكون ممتلئة بالتاكيزويد وتفقد وظائفها. بالنسبة للتيشوسيست، التيشوسيست هو طور آخر يتواجد بالأنسجة. يمتاز هذا الطور أو تيشوسيست بأنه يتواجد أثناء مرحلة الكرونيك انفكشن، بمرحلة العدوى المزمنة، عكس التاكيزويد اللي كان يتواجد أثناء مرحلة الكرونيك انفكشن. داخل هذا التاكيزويد أكو خلايا نحن نسميها البراديزويد. هذه الخلايا تنقسم هي، لكن عملية الانقسام مالتها أو التضاعف مالتها تكون بطيئة جدا مقارنة بالتاكيزويد. أشكال البراديزويد والتاكيزويد نوعا ما تكون متشابهات، لكن أبرز النقاط اللي نقدر نقارن بيناتهم أنه التاكيزويد يكون عملية تضاعف مالتها سريعة، البراديزويد يكون عملية تضاعف بطيئة. تاكيزويد يتواجد أثناء مرحلة الأكيوت إنفكشن، البراديزويد يتواجد أثناء مرحلة الكرونيك إنفكشن. التيشوسيست أكو بأحجام مختلفة، فهو في مرحلة النضج البدائي إلها يكون اليونجر وان، يعني يكون فتي نوعا ما أو في بداياته، راح يكون حجم مالته يمتد من 2 إلى 5 مايكرومتر، ويحتوي بداخله على أعداد قليلة من البراديزويد. لكن إذا كان التيشوسيست هذا قديم صار لفترات طويلة، ممكن أنه الحجم مالته يوصل إلى 100 مايكرومتر أو أكثر، ويكون حاوي بداخله على آلاف من البراديزويد. البراديزويد القياس مالته هو 7 مايكرومتر طول و 1.5 مايكرومتر العرض مالته. يكون نوعا ما أنحف من التاكيزويد، لكن هو قريب من ناحية الشكل إلها. أيضا يكون هلالي الشكل، يكون حاوي أيضا على لمعات واحدة موضوعة بالجزء الخلفي من الشكل الهلالي الخاص بالبراديزويد. عمل التضاعف مالته ذكرناها أنها تكون بطيئة، ويكون ممكن ملاحظته أثناء مرحلة الكرونيك انفكشن، مرحلة العدوى المزمنة. يكون أكثر مقاومة للعصارة المعدية. الجدار الكيسي للتيشوسيست يكون إيزنوفيليك، يكون حمضي أكثر شيء. التيشوسيست اللي يتواجد ممكن بشكل كبير في العضلات والدماغ، فضلا عن أنه ممكن يتواجد في كل أنسجة الجسم أو كل أعضاء الجسم، لكن هي أكثر أماكن اللي يوصلها هي العضلات والدماغ. في الدماغ يكون الشكل الخاص بالتيشوسيست هو كروي دائري الشكل، بينما داخل الأنسجة العضلية يكون بيضاوي الشكل. كمقارنة شكلية بين التيشوسيست الموجود بالدماغ والأنسجة العضلية. بالنسبة للأووسيست، الأووسيست هو الشكل الجنسي من الباراسايت موجود في القطط والأذر فلينيس السنوريات الأخرى. قياسه هو تقريبا 10 إلى 12 مايكرومتر بالحجم، محاط بواسطة غشاء أو طبقة مزدوجة اللي هي تكون قوية ومقاومة، إنها مقاومة للظروف الخارجية. ذكرنا أيضا بأنه الأووسيست من يتم طرحه للخارج يكون غير معدي أو غير ناضج، ما يكون حاوي على أبواخ، يحتاج فترة 3 إلى 4 أيام حتى ينضج ويتكون بداخله سبوروسيست أكياس بوغية ويكون معدي.
بعد عملية نضوج الكيس أو عملية نضوج الأوسيست عفوا، راح يتكون الداخلة 2 من السبوروسيست، 2 من الأكياس البوغية. كل واحدة من هذه الأكياس البوغية تكون حاوية بداخلها على 4 من السبوروزويد، بمعنى أنه الأوسيست الواحدة تكون حاوية بداخلها على 8 من السبوروزويد. كون كل سبوروسيست موجود داخل الأوسيست يكون حاوي على 4، بالتالي مجموع السبوروزويد الموجود داخل الأوسيست هو 8. الأرقام الخاصة بالأحجام بكل المحاضرة هي ما مطلوبة. هنا أشكال توضيحية للأطوار أو المراحل الاستيجات الخاصة بالتوكسوبلازما غاندائي. بشكل أي نلاحظ شكل توضيحي للتاكيزويد قوسي شكل أو هلالي شكل، إحدى النهايات اللي هي النهاية الأمامية تكون مستدقة، النهاية الخلفية تكون نوعا ما دائرية وحاوية بداخلها على نواة واحدة. هذا هو الكيس الكاذب من تبدي عملية نضوج أو تكاثر التاكيزويد داخل الهوست سيل، راح تفقد هذه الخلايا كافة وظائفها وتتحول إلى أنها تكون مجرد كيس كاذب حاوي بداخله على التاكيزويد. هذه الصورة توضح التيشو سيست اللي يكون حاوي بداخله على طور هو البراديزويد، اللي هو نفس تقريبا مواصفات التاكيزويد لكن هو يتواجد داخل التيشوسيست. شكل دي يوضح اوسيست ناضجة حاوية بداخلها على 2 من السبوروسيست. هذه الاثنين من السبوروسيست كل واحدة منها تكون حاوية بداخلها على 4 من السبوروزويد، وهذه الصورة لأوسيست ناضجة تحت المجهر مأخوذة من الكات فيسس بدون صبغات. التشخيص المختبري للتوكسوبلازما غانداي ممكن انه نشخصها مختبريا عن طريق دايركت مايكروسكوبي، فحص مجهري مباشر لعينات دم او سوائل الجسم الاخرى، او ممكن ناخذ بايوبسي من الانسجة حتى نكشف عن التيشوسيست. اذا اخذنا دم راح نكشف به عن التاكيزويد، كذلك اذا اخذنا سائل نخاع شوكي مثلا ممكن ايضا نلقى داخله تاكيزويد. اذا اخذنا بايوبسي خزعة نسيجية ممكن نلاحظ داخل التيشوسيست غالبا. العينات اللي أخذناها ممكن نفحصها مباشرة أو ممكن نفحصها بإضافة صبغات مثل صبغات الجيمس ستين أو سيلفر ستين أو إميونوبروكسيديز ستين، وممكن أيضا إجراء فحص الدايركت فلوريسنت أنتيبادي تيست، فحص الأجسام المتفلورة حتى نكشف عن انتيجينات. ممكن الكشف عن الانتيبادي ديتكشن. الطريقة الأولى هي سابين فيلدمان داي تيست، راح أنزلها على شكل فيديو منفصل وأشرحها بالتفصيل. الطريقة الأخرى هي ديتكشن أوف إي جي جي إن ذا سيرم، الكشف عن الأجسام المضادة نوع جي باستخدام الإلايزا والإنديركت فلوريسنت أنتيبادي. الإي جي جي يكشف الإصابات القديمة دائما، الإصابات الكرونيك أو الإصابات اللي صار لها فترات طويلة وممكن يكون شخص اتعافى منها لكن أكو أجسام مضادة خاصة بتلك الإصابات لا زالت موجودة في الجسم. الـ IgM بالسيرم للكشف عن الإصابات الحديد، يعني حتى تقريبا إصابات اللي تمتد من 3 إلى 6 أشهر ممكن كشف عنها عن طريق الـ IgM الإصابات الأكيوت، أيضا باستخدام الإلايزا والإنديركت فلوريسنت أنتيبادي تيست.
Detection of toxoplasma antigen. إذا نحن نريد أن نكشف عن أنتيجينات معينة مو أنتيبادي، أيضا ممكن نستخدم الإلايزا للكشف عن أنتيجينات خاصة بالتوكسوبلازما. ممكن استخدام الـ PCR Polymerase Chain Reaction تفاعل السلسلة المتبلمر أيضا للكشف عن المادة النووية الخاصة بالتوكسوبلازما، يكون أكثر دقة. لكن أكثر الفحوصات اللي يجروها في المختبرات حاليا هي الكشف عن الـ IgG والـ IgM. أكو فحص يسموها بالتورتش اللي هي TORCH، يعني الكشف عن التوكسوبلازم بالإضافة إلى إصابات أخرى. التي بكلمة التورج يشير إلى التوكسوبلازما غانداي اللي هم رح يشمل فحص الاي جي جي والاي جي ام. الار هو الروبيلا، والسي هي سايتوميجالو فيروس، والاتش هي الهيربس. الاو الموجود بكلمة تورج هي أودر، سواء كانت سيفلس أو فيروسات أخرى يتم الكشف فيها عنها. النقطة الخامسة هي عن طريق حقن حيوانات مختبرية. يتم حقن السوائل من جسم الشخص المصاب داخل أجسام حيوانات مختبرية كفئران خالية من الإصابة. الحقن يتم بمنطقة غشاء البريتون، ينتظرون تقريبا إلى 7 إلى 10 أيام. إذا مات الفأر المختبري خلال هذه الفترة راح يأخذون جزء من الغشاء البريتون هذا ويجرون فحص نسيجي إلى للكشف عن وجود إصابة من عدمه. إذا ما مات الفأر أثناء هذه الفترة ينتظرون فترة 6 أسابيع. وراء 6 أسابيع راح يأخذون دم من التيلز أو الديل الخاص بالفأر ويجرون الاختبارات على الدم المأخوذ حتى يتأكدون إذا أكو إصابة بالفأر أو لا. إذا أكو إصابة بالفأر معناه أنه الشخص اللي ردنا أو أخذنا الدم مالته وحقناه أو سوائل مالته وحقناه بجسم الفأر هو أيضا كان مصاب. هنا صور اللي راح نشوفها تحت المجهر. بالنسبة للصورة أي هو التهاب غشاء أو التهاب المشيمية العين الناتج عن حدوث التوكسوبلازموسيس عند القطط. شكل بي هو طور تاكيزويد تحت المجهر، بينما شكل سي هو السيدوسيست يحتوي بداخله على تاكيزويد مأخوذة عن طريق البايوبسي من أنسجة الدماغ، نوع الدماغ عفوا. شكل دي هو التيشو سيست اللي يحتوي بداخله على البراديزويد، ايضا عينة مأخوذة من الدماغ ومصبغة بصبغة الهيماتوكسين والايوسين. مصدر الصور مذكور ايضا بالمحاضرة. هذا السلايد يوضح شكل التاكي زويد تحت المجهر. هنا في حالة انه نحن اخذنا فضلات القطط الفيسس الخاص بالقطط وردنا نعرف انه اذا كانت هذه القطط مصابة ام لا، نلاحظ شكل الاوسيست بهذا الشكل. الاوسيست هنا في الصور الاربعة هو ناضج ومعدي كونه يحتوي على 2 من السبوروسيست. الصورة الاخيرة أو السلايد الأخير هي لشكل التاكيزويد تحت المجهر، العفو التيشو سيست تحت المجهر. التيشو سيست اللي يكون حي بداخله على طور البراديزويد. هذه هي التاكيزويد تحت المجهر. راح تشوفون الاوسيست قبل عملية النضوج ايضا كيف يكون شكلها، وبعد عملية النضوج هذه الاوسيست ما ناضجة بعدها انقسمت. هنا السبورو سيست كونت 2 سبورو سيست
هنا تحولت إلى دور ناضج. طبعا كل واحدة من ذني السبوروسيس راح يكون حايف داخل على 4 من السبوروزويت. هذا هو التيشو سيست. التيشو سيست موجود بداخل البراتيزويت. هذا هم سلايد تحت المجهر للتاكيزويت يكون بهذا الشكل. هذا أيضا التيشو سيست تحت المجهر. هذا السلايد 125 و 126 هو باستخدام الفلوريسنت انتيبودي تيست. هذا دلالة على أنه الفحص سلبي كون أنه بالفلوريسنت انتيبودي تيست أنه إذا أكو أجسام مضادة خاصة بهذه الأنتيجينات راح تتحول الأشكال الحمراء إلى أشكال خضراء. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة.